الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد قيوم السماوات والأرض مالك الملك ذو الجلال والإكرام، هو الحي فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها إلى يوم لقائه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم زده صلاة وسلاما وتشريفا وتكريما وتعظيما. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأحبابه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأخوة والأخوات، يقول ربي سبحانه وتعالى عز وجل من قائل: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الأخوة والأخوات، في هذه الأيام نتذكر هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوم هاجر من أحب البقاع إلى الله عز وجل ومن أحب البلاد إلى الله، هاجر إلى مدينة حبيبة إلينا وإلى قلوبنا وإلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى يثرب، إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليبدأ تاريخ جديد للبشرية. لقد بدأ تاريخ جديد للبشرية نؤرخ به هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة الأولى للهجرة، السنة الثانية والثالثة، هناك تاريخ جديد للبشرية بدأ بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن عمر رضي الله عنه في زمانه جمع الصحابة فقال لهم: تعالوا نتخذ زمانا نؤرخ به، فما رأيكم من ميلاد رسول الله؟ قال: لا. ما رأيكم أن يكون في النبوة، بداية النبوة؟ لا. ما رأيكم بيوم بدر؟ لا. فاتفقوا على أن يكون التاريخ بهجرة رسول الله. فيقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما اتخذوا عن هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بديلا. وهذا يدل على أن أعظم الأحداث في حياة رسول الله كانت الهجرة بعد النبوة. حدث عظيم وهو ميلاد الأمة، ميلاد الدولة المسلمة. الدولة ولدت بالهجرة. في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يعيش كجماعة مسلمة تحت حكم جاهلي، الحاكم الزعيم أبو جهل، والقانون قانون جاهلي عشائري ظالم، يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم، إن وجدنا آباءنا على القانون، قانون القوي يأكل الضعيف، قانون أكل أموال اليتامى، قانون الثأر والبغي والعدوان، قانون انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصر أخاك ظالما أو مظلوما انصره، قانون. وما أنا إلا من غزية إن ترشد غزية أرشد، إن غويت وإن ترشد غزية أرشد، قانون. أنا مع قومي، إن رشدوا فأنا راشد وإن غروا فأنا غاو زيهم. هذا القانون الذي كان يجري، قانون. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قانون يجيز للإنسان أن يقتل ابنته وأن يدفنها حية خوفا من العار أو الفقر، ولا أحد يتكلم. قانون حق، عرف، قانون شرب الخمور وانتشار الزنا
وخيام الرايات، هناك نساء يضعن الرايات فوق الخيام إعلانا وإشهارا للزنا وانتشار الأدعياء. قانون أبو جهل يحكم كما يشاء، لا يجرؤ أحد أن يراجعه. هذا القانون ليس غريبا ولا بعيدا عن أي بقعة من بقاع الأرض، في بلاد الشام، في أوروبا، في بلاد كسرى، في الهند، كلها إن نظرت إليها أنظمة تقوم على البخل والظلم والقوة بغض النظر. لا يوجد شعار أو قانون اسمه إن الله يأمر بالعدل، العدل غير موجود في قوانين الأمم. جاء الإسلام وجاء النبوة وجاء الوحي ونزل القرآن ليعيد البشرية إلى شريعة ربها، وقام أهل الجاهلية وحاربوا النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة يمنعونه من أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، ومن قالها يعذب ويوضع في السجن ويطرد ويخرج من بيته. أبو جهل وأمثاله من مجرمي مكة، عقبة بن أبي معيط والعاص بن وائل وغيرهم من المجرمين، ومنهم من أنعم الله عليه بعد ذلك بالإسلام وأسلم. اللهم ارض عمن أسلم منهم يا رب العالمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، والإسلام يجب ما قبله. لكن 13 عاما والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله، لا يستطيع أن يعلم الناس هذا حلال وهذا حرام، هذا خطأ هذا صواب، ممنوع. يا محمد أنت جئت لتسفه أحلامنا، أنت جئت لتفرق جماعتنا، أنت يا محمد جئت لتسيء لنا، أنت يا محمد إنسان مفسد. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. ويأتي جهلة القوم وسفهاؤهم وعلى رأسهم عمه أبو لهب، اللهم اجعله في جهنم وهو في جهنم تبت يد أبي لهب. هذا أبو لهب، وامرأته حمالة الحطب. كان أبو لهب يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم كظله لا يفارقه، وإذا تكلم النبي مع أحد يقول هذا محمد بن أخي أنا أعلم الناس به، هذا كذاب لا تصدقه هذا مجنون، وماشي معه والنبي صلى الله عليه وسلم صابر. مين عمه؟ وماذا يقول مع عمه؟ ماذا يفعل مع عمه؟ هذا درس لكم أيها الأخوة، درس لي، درس لي. لقد عانى الأنبياء، عانى الرسل. إياك أن تظن أنك إن أردت نشر الحق والفضيلة أنك لن تجد أبا لهب ولن تجد أبا جهل. أبو جهل موجود في كل زمان وفي كل مكان وفي كل عصر بأسماء مختلفة، لازم الناس يكرهون منك نشر الفضائل ونشر الحق. هذه سنة الله، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، وكذلك جعلنا آية أخرى في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. يمكث النبي 13 عاما وامرأة أبي لهب، امرأة أبي لهب إذا سمعت اسم النبي محمد تقول لهم هذا المذمم، هذا المذمم جاء، المذمم ذهب، المذمم، بدل ما تقول محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم تقول هذا مذمم، هذا محمد، هذا مذمم. حتى الصحابة يقول يا رسول الله انظر ماذا يقولون عنك، يا رسول الله انظر إليها تقول جاء المذمم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم هي تقول جاء المذمم، والله إني محمد، وإني والله محمود في السماء ومحمود في الأرض.
أمها وامرأة جاهلها لا يضرك أن تقول على المذنب لا يضرك. فإذا حمدك أو إذا أثنى عليك ربك في السماء وأحبك في السماء فهل يضرك إذا أبغضك أهل الأرض؟ هل يضرك؟ لا يضرك. هذا محمدك صلى الله عليه وسلم. ويحاول النبي بكل وسائل أن يهدي قومه حتى قال له ربه وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون ولتعلمن نبأه بعد حين اصبروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول بكل الوسائل 13 عاما بالليل والنهار والصباح والمساء وفرديا وجماعيا، ولكنه في نفس الوقت كان يشتغل شغلا آخر. الشغل الآخر هذا هو سبب النجاح وهو سبب النصر والتمكين، هو تربية من آمن معه، هو الارتقاء بمن آمن. فاشتغل على الرجال والنساء الذين آمنوا وبدأ في تربيتهم، وبدأ كل واحد منهم الآن أمة بنفسه. 13 عام دعوة عامة وتربية خاصة. هؤلاء الخواص هم الذين حملوا الإسلام ونشروه في الأرض كلها. الدعوة العامة أيها الأخوة لمواجهة المفاسد والأنظمة الجاهلية تحاول توجه وتنصح، ولكن التربية الخاصة هي التي تخرج العباد لله الموحدين الصادقين المخلصين الأتقياء الأنقياء الأخفياء الأعفياء، توجه وتربي. هذا هو الذي يمكن أو يمكن أن يمثل دائرة المستقبل. إذا أحسننا تربية أنفسنا وتربية أولادنا وتربية الأبناء والمجتمع تربية خاصة بإذن الله الخير سيأتي. نوعية الناس، نوعية المتربين، 13 سنة لا يهمك العدد، اللي هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة كان عددهم لا يزيد عن 84 رجل وامرأة، لكن كل واحد منهم أصبح مثل مصعب بن عمير بعثه إلى المدينة مندوبا وسفيرا، أول سفير للإسلام على المدينة. أهل المدينة كان عندهم استعداد للدين وللإيمان مش زي أهل مكة، فأهل المدينة فتحوا قلوبهم لهذا الدين الجديد وبدأوا يتعلمون ويتربون. رجع بعد سنة واحدة وقال يا رسول الله رجعت من المدينة وليس من بيت في المدينة إلا ودخلوا الإسلام. سنة واحدة لتلميذ من تلاميذ محمد، تلميذ واحد ساوي أمة يحمل رسالة. هذا مصعب بن عمير رضي الله عنه الشاب المهذب الشاب الناعم الذي تحول إلى مربي إلى داعية. لكن أين تربى؟ تربى في بيت دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيت لو عرف به أهل مكة لدمره ودمر من فيه، لكن الله حفظه يعلم فيه الصحابة ويربيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يشتغل يربي ويخرج يتكلم معه ويجلس مع القوم يؤذونه يسبونه يشتمونه وهو يشتغل في شغل الدعوة وفي شغل التربية إلى أن جاء الوقت
الذي وعد الله به رسوله أن الفرج قادم. وهذه اللحظة كانت هي أشد وأحلى وأصعب ألف فترات برسول الله صلى الله عليه وسلم. أصعب فترة كانت هي فترة الإذن للهجرة. أتدري لماذا؟ اجتمع زعماء القبائل وزعماء العشائر بقيادة أبي جهل، واجتمعوا عند الكعبة وتآمروا على رسولكم صلى الله عليه وسلم وقالوا خلاص انتهى، طفح بنا الكيل، لن نرضى أكثر من ذلك، سنقتل محمدا، انتهى. كانت هذه المؤامرة الكبرى والجريمة العالمية، الآن يريدون أن يقتلوا نبيهم صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يأخذ أبا جهل ومن معه، أو أن يطبق الأخشبين على أهل مكة والطائف وعلى الظالمين، لكن الله سبحانه وتعالى يريد شيئا آخر وحكمة أخرى يعلمها ولا يعلمها آخرون، ولكن علمناها فيما بعد. يريد الله شيئا فيؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم الهجرة ويهاجر. هذه الهجرة ربنا سبحانه وتعالى سطرها في القرآن آيات، واسمحوا لي أن أقرأ عليكم هذه الآيات وأن نعيش معها قليلا بما يسمح من وقت. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يا مسلمون يا مؤمنون يذكرنا ربنا عز وجل بأننا نخلد إلى الأرض وأن لا ننشد إلى أثقالها وأغلالها وشهواتها. فالأمة يوما شدت إلى الأرض وإلى أثقالها وأغلالها فسد حالها وذلت وهلكت وذلت. ما لكم لا تنشدوا إلى شهوات الأرض وأهوائها يفسد حالكم وتعودون إلى ما كنتم عليه من ذل تعودون إلى ما كنتم عليه من قهر إذلال واستعباد وتجبر من الظلمة. وأما دين ربكم فقد توكل فيه الله فإن تتولوا يستبدل قوما غيركم إذا لا تريدون أن تحملوا دين ربكم فسيحمله غيركم فإن يكفر بنا هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا به بكافرين. أيها المسلمون أيها المؤمنون احملوا دينكم وضحوا من أجله وابذلوا كل رخيص وكل نفيس وكل شيء في سبيله لأنه مصدر عزتكم وكرمكم ورحمتكم في الدنيا والآخرة. لا عزة ولا أمن ولا أمانة ولا سلم ولا سلام إلا بهذا الدين. وانظروا إلى واقعنا وانظروا إلى تاريخنا
فما عززنا إلا يوم أن أعزنا الله بهذا الدين. ثم قال: إلا منصور. انظروا، هذا الدين شئنا أم أبينا منصور، لأنه آخر رسالات ربنا، وهو الذي أخذ العهد على نفسه، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. هذا أمر محتم وأمر مؤكد، والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وكان أبو جهل وأبو لهب والعقبة والعاص والأخنس وكل المجرمين ضده يتآمرون عليه، كان يقول صلى الله عليه وسلم: والله إن الله ناصر أبادي. هذه عقيدة محتمة لا يملك أحد أن يجادل فيها، وإن ضعف الدين فترة أو ذل أهله فترة، ولكن سرعان ما يأتي أمر من الله عز وجل يذل به أهل المعصية ويعز به أهل الطاعة، شاء من شاء وأبى من أبى. هذا دين وعقيدة. وانظروا إلى التاريخ، التاريخ أكبر دليل، وآيات ربنا عز وجل أكبر آيات. إخواني، مرت بالمسلمين هذه الأيام أيام ترك المسلمون الصلاة، مرت بهذه الأمة وبكم وبالجاليات أيام لا يعرفون شهر رمضان، وكثير من الناس لا يصومون، كانت المساجد مهجورة وكانت المصاحف مهجورة، وكانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم منسية، وكانت المساجد لا يؤمها إلا كبار السن. مرت بهذه الأمة فترة كفر المسلمون أنفسهم بشريعة ربهم، ليس أولئك الذين هم الإسلام فورس يتكلموا عن شريعة، كان أهل الإسلام المسلمون أنفسهم قد كفروا بشريعة ربهم، وجاء بعضهم ليقول هناك أنظمة أخرى أحسن للمسلمين، الاشتراكية أفضل، والرأسمالية أفضل، والشيوعية أفضل، وظن بعضهم أن هذه الأنظمة أفضل من الإسلام. وفي ذلك الوقت علماء الأمة كانوا في السجون، وعلماء الأمة كانوا في المشارق، وكان لا يجرؤ أحد أن يتكلم في الستينات أو السبعينات عن الدين وعن أنظمة الإسلام وشموليته. وفي ذلك الوقت خرج لنا عالم من علماء الأمة ليكتب كتابا المستقبل لهذا الدين، فضحك به من ضحك واستهزأ به من استهزأ، فلم في أي قوم يتكلم. وها نحن اليوم أيها الإخوة، ها نحن اليوم عرف المسلمون دينهم وعرفوا طريق ربهم، ونسأل الله عز وجل أن يرشد هذه الصحوة وأن يجعل هذه الصحوة صحوة إيمانية فاعلة لخير البشرية جمعاء. اللهم اجعل هذه الصحوة الإيمانية والرجوع إلى الله عز وجل يجعله خيرا للبلاد جميعا، يجعله خيرا لليهود والنصارى والأمريكان والأوروبيين والإسرائيليين، اجعل هذه الصحوة خيرا للبشرية جمعاء يا رب العالمين. هذه الصحوة اليوم أيها الأخوة فيها دلائل وإشاراتها تقول الله هو صاحب الأمر، فإما تنصروا دينكم أيها المسلمون وتنصروا نبيكم فلا بأس، فقد نصره، لقد نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو واحد نبي مطارد يخرج من بيته يحف بيته جنود من كل مكان لا يمكن أن يفلت منه، ويخرج ويختبئ في غار ثلاثة أيام، الغار لا يخبئ أحدا، حتى قال أبو بكر الصديق باكيا دامعا: يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لرأى، والله لو نظر إليه كله شوفنا. فيقول له: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لا تحزن، إن
إن الله معنا، إن الله معنا، هذا الذي سينتصر. شو الكلام؟ الله هو الذي وعدني. فإذا وعدك الله، هل يستطيع أحد أن يرد وعده؟ هذا الدين أيها الأخوة دين الله، هذا الدين رسالة من الله، فمن يحاربه لا يحاربه، إنما يحاربه يحارب صاحب الرسالة، يحارب صاحب الدين. هذا الدين ليس لي، ما أملكه، أنا فقط عبد وأنت عبد، أما الذي صاحب هذا الدين هو الله. ولذلك أي واحد يكفر بهذا الدين يكفر بشريعة ربه، بينه وبين ربه سبحانه وتعالى، والله هو الذي يتولى الأمور كما يشاء وكيف ما يشاء. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أجهل الناس من عادى الله، وأخبى الناس وأحمق الناس من يعادي الحق كبرا عنادا حسدا ضغينة بغضاء. افعل ما تشاء، هذا دينك محفوظ بحفظ ربك، محفوظ، لا تخاف عليه، نخاف على أهلنا في حلب، نخاف على أهلنا في سوريا، نخاف على ما يجري في اليمن وغيره، ولكن نعلم أن الله يسمع ويرى، نعلم أن الله هو المتوكل في الأمور، نعلم أن الله عز وجل لا يرضى الكفر والظلم والعصيان والبغي والعدوان، لا يقبل، الله لا يقبل. فنسأل الله ربنا أن ينشر العدل والأمن والأمان والسلم والسلام في ربوع الأرض كلها. نسأل الله عز وجل أن ينشر الخير للبشر جميعا. نسأل الله كما بدأت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بتغيير في حياة البشرية بنحو خيرها ودنياها وآخرتها، فنسأل الله أن يغير حال البشرية اليوم إلى ما يحسن ويحسن ويصلح حالها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أمران قبل أن أنزل هذا الخطبة أذكر بهما. الأمر الأول، الرسول صلى الله عليه وسلم قام بما يجب أن يقوم به كل عبد. الرسول صلى الله عليه وسلم قام بالأخذ بالأسباب التي يقدر عليها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خذ من الأسباب ما تملك وما عندك، وابني من خلالها مجتمعا، ابني من خلالها أسرة، ابني. الله أعطاك وسائل كثيرة. إيش كان يملك الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من مكة؟ لا يملك شيئا، فأخذ بالأسباب القصيرة وأشرك في الأسباب هذه كل من معه، كل واحد يتحمل مسؤولية. أنت مسؤوليتك كذا، أنت مسؤوليتك الطعام، أنت مسؤوليتك أن تزودنا بالأخبار، أنت وأنت. فاجتمعت هذه الجهود البسيطة مع رعاية ربنا سبحانه وتعالى وتحققت النتائج العظيمة. فالأخذ بالأسباب واجب في هذا، ولا يكفي الاعتماد على، لا يكفي الأخذ بالأمور المعنوية فقط، بل لا بد من الأخذ بالأمور المادية والمعنوية والجمع بينهما، الأمور الإيمانية والأمور العملية. والأمر الثاني أن هذه الهجرة لم تنقطع، هذه الهجرة أيها الأخوة هي عبارة عن سلوك إسلامي باطل إلى يوم القيامة. لا تظن أنك غير مكلف بالهجرة، أنت وأنا مكلف بالهجرة بأمرين، أنت يجب عليك أن تهاجر وأنا يجب علي أن أهاجر بأمرين. أما الأمر الأول فهو عبادة الله،
العبادة خاصة في وقت الهرج والمرج. قال صلى الله عليه وسلم: عبادة في الهرج كهجرة إليه. فمن عبد الله عز وجل في الأوقات الصعبة، في أوقات الهرج، أخذ جائزة هجرة للرسول، كأنك مع المهاجرين الأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحافظ على عبادة ربك بترك ما حرم وفعل ما أوجب. ثانيا لابد من الجهد وبذل الجهد في حفظ الدين في نفسك وأسرتك ومجتمعك، ووجود النية الصالحة لنصرة الدين. فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. ويوجه عليك أن تبذل الجهد وأن تجاهد نفسك وتجاهد الفساق والفجار وأصحاب المنكرات بكل ما تستطيع من وسائل مشروعة وقانونية، وتجتهد حتى تحقق إن شاء الله الخير في المجتمع. وأيضا النية، أن يكون عندك نية صالحة في حفظ هذا الدين وحفظ تعاليمه. واسمحوا لي أن أضيف ثالثا، وهو قال صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله عنه. فتهجر وتترك المحرمات فتكون مهاجرا إلى الله ورسوله. إن أنت فعلت هذه الثلاثة أمور إن شاء الله حصلت وحققت أجر الهجرة. اللهم اجعل لنا أجر الهجرة يا رب العالمين، بترك ما نهى الله عنه وببذل الجهد والنية الصالحة وبالعبادة في وقت الهرج. نسأل الله ربي وربكم أن يصلح حالنا وأن يغير حال البشرية إلى أحسن حال، وأن يغير حال أمتنا إلى أحسن حال، وأن يجعلنا آمنين مطمئنين، وأن يستعملنا للخير، وأن يستعملنا في الخير، وأن يستعملنا أدوات خير لنا ولأهلنا وأولادنا وذرياتنا إلى يوم القيامة. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتجاوز عن سيئاتنا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ارحمنا وعافنا واعف عنا وأيدنا بمددك وجودك وملائكتك. فرج كربة المكروبين في سوريا ومصر وفلسطين واليمن والعراق وكشمير وميانمار وفلبين وفي كل مكان. اللهم يا رب رد البشرية إلى رشدها إلى رشادها، سدد أمرها باتباع أمر أنبيائها ورسلها. اللهم يا الله نسألك أن تحشرنا تحت ظل نبيك صلى الله عليه وسلم وتحت رايته، وفي ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. عباد الله، اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطيكم وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أعلم بما تصنعون.